هذا وقد جاء الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب ليبرز معالم الإنجازات الوطنية في مواجهة الأزمات المباغتة كجائحة كورونا وركائز بناء وصياغة المستقبل الزاهر للبحرين وفق رؤى فكرية ثاقبة ومناهج علمية رصينة قادرة على مواجهة تحديات هذا العصر. الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب عبر بجلاء عن ملامح التجربة البحرينية التنموية الناهضة في صورة مجتمع يأخذ بالأساليب الحديثة وتقنيات علوم المستقبل، سواء في مواجهة الأزمات الطارئة أو في صياغة سياسات التنمية والبناء العلمي العصري القادر على مواكبة عصر العلم والتقدم الذي يعيشه عالمنا، سواء عبر اقتحام عالم الفضاء أو بالاستثمار في الاستخدامات السلمية لعلوم الطاقة الذرية وتبني استراتيجيات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي. كلمة شاملة جامعة بالنسبة لجميع الملفات التي يمكن أن ينتقل أو ينظر إليها المواطن في البحرين المتابع للشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البحرين، على اعتبار أنها كلمة استطاعت أن تجمع أو تجمع كل ما يجول في بال المواطنين فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية تحديدا والقضايا الوطنية والسياسية بشكل عام. أعتقد أن هذا التكثيف المميز في كلمة جلالة الملك باتجاه القضايا والأولويات الوطن في المرحلة القادمة اختصر المسافة على مجلس النواب وعلى جميع الجهات المعنية بالقرار السيادي في الدولة أن تكون أولوياتنا واضحة بالنسبة للمرحلة القادمة. وتستند استراتيجية النهوض والتطور الوطني التي تحدث عنها جلالة الملك المفدى في خطابه السامي إلى مقومات السياسات التنموية والبنية التحتية القوية التي نجحت في تحقيقها حكومة البحرين بقيادة سمو رئيس الوزراء وبمؤازرة من سمو ولي العهد. من هنا لابد من التأكيد على أن ملامح العصر الجديد الذي تتم صياغته على أرض البحرين إنما تستند إلى ركيزتين محوريتين، هما تعزيز الدور الحيوي للشباب في قيادة مسيرة التنمية والتركيز على ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتمكينها في جميع مجالات العمل الوطني. موضوع صندوق الأمل إن شاء الله، يعني هذه الصندوق هو يعني البذرة إن شاء الله بتكون بذرة ثمينة لغراس المستقبل، مثل ما سماهم جلالة الملك هم المستقبل. الشباب اليوم إذا أنت مكنت شبابك قويتهم ساعدتهم وقفوا على ريولهم هم عماد المستقبل، هم أساس هذا الوطن. بالتالي يمكن احنا كنا نتطلع لخطاب شامل يشمل جميع الجوانب، يمكن ما تبادر لذهننا أنه ممكن الشباب يكون لهم جزء، لأن في أمور كثيرة مهمة تطرق لها، لكن جلالة الملك أبى إلا أن يضع لهؤلاء الشباب مكان كثير جدا اليوم في كلمته، وليس بالكلام فقط لكن بالفعل ومرسوم صادر تأسيس هذا الصندوق. ونتطلع الآن للخطوات اللي بيقوم فيها سمو الشيخ ناصر، ويعني أعتقد يمكن هذا الخبر أسعد كل شباب البحرين وخاصة الشباب اللي قاعد يدخل مجال العمل الخاص وقاعد يبي يطور نفسه وفي نفس الوقت هو قاعد يخدم بلد. لا شك أن هذه المضامين التي احتواها خطاب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه المتعلقة بصالح المواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جميعها تثري نجاح المسيرة التنموية القادرة على تحقيق النهضة الشاملة.